اهلا بكم اعزائي المشاهدين. الفيديو السابق ناقشنا وصممنا دايرة حماية الباور سبلاي من حدوث الشورت او تلامس للاقطاب، وكانت الدايرة من خلال الريلي، وقلنا ان طبعا ليه مميزات وليه عيوب. مميزاته ان مفيش حرارة بسبب اي مقاومة للريلي لانه بوصل التيار توصيل مباشر، ولكن عيوبه انك بتكون مربوط بجهد الريلي. وقلنا ان في دوائر اخرى، دوائر الترانزستور ودوائر الموسفت، وبعض الاصدقاء طلبوا مني الدائرة دي، ولكن برضو ليها عيوب ومميزات. من عيوبها ان التيار الحمل بيمر من خلال موسفت، وبالتالي اي موسفت ليه مقاومة ولو بسيطة فبتأثر على الجهد. ومميزاته انه طبعا الموسفت ممكن يشتغل على جهد من 6 فولت ل 20 فولت او 25 فولت، فطبعا دي من ضمن مميزات دايرة الموسفت، ودي اللي هنشوفها النهاردة. تابعونا بعد الفاصل. هنرسم مع بعض مخطط الدايرة. ليه بنستخدم موسفت وما نستخدمش ترانزستور؟ لان الموسفت المقاومه بتاعته لا تقارن بمقاومه الترانزستور. الترانزستور مقاومته اعلى، الموسفت مقاومته اقل، وكمان الموسفت مش محتاج تيار، محتاج فرق جهد بسيط على الجيت لفتح الدرين على السورس. هنشوف مع بعض الرسمه. اول حاجه هيكون عندنا الباور سبلاي او مصدر الجهد، وطبعا دايما بننصح ان دوائر الحمايه تكون قبل دوائر تنظيم الجهد. مصدر تيار من 6 فولت إلى ممكن 30، موجب وسالب، وهنا الأرضي، هيكون هنا اللود والمسفت مع الأرضي، وهنا الجيت. طيب عشان نشغل اللود دلوقتي لازم جيت المسفت يدخل لها جهد موجب، وبالتالي هنوصل مقاومة مع جيت الترانزستور. طبعا هنا جيت، وهنا درين، وهنا سورس. لغاية كده كويس. هنوصل جهد لجيت الترانزستور، الترانزستور هيفتح الدرين على السورس، وبالتالي هيوصل الطرف السالب للود، اللود هيشتغل تمام. ولكن عند حدوث شورت ما بين طرفين اللود، محتاجين نخلي الترانزستور يفصل الدرين عن السورس. ده هيحصل ازاي؟ عارفين ان الموسفت ليه مقاومة ولو بسيطة، وبالتالي لازم هيكون في فرق جهد هنا. احنا محتاجين فرق الجهد لما يصل الى 7 من 10 يفصل الدرين عن السورس او يتوقف الموسفت. ازاي نستفيد من جهد النقطة السالبة للود؟ هنوصلها من خلال مقاومة مع ترانزستور، والترانزستور ده هيتحكم في نقطة الجيت أو جهد الجيت بالشكل ده. طيب كده اللود بيسحب تيار معين، وبالتالي فرق الجهد على الدرين أقل من 7 من 10، وبالتالي الترانزستور مش هيكون شغال لان البيز ما خدتش التيار بتاعها عند 7 من 10. يعني نفترض هنا 4 من 10، الترانزستور مش هيشتغل، وبالتالي هيسمح بجهد النقطة دي او جهد الجيت يكون مساوي لجهد المصدر. وبالتالي لو هنا مثلا 12 فولت، جهد النقطة دي هيكون 12 فولت لان الترانزستور مش شغال. طب في حال ان اللود سحب تيار عالي والنقطة دي وصل جهدها ل7 من 10، هيبدأ مرور تيار لبيز الترانزستور، والترانزستور طبعا هيفتح الكوليكتور على الإميتر، وبالتالي هيوصل النقطة دي للصفر الأرضي، هيوصلهم مع بعض، فالجهد هنا هينزل للصفر فولت تقريبا، وبالتالي جيت الترانزستور مش هيكون فيه جهد كافي لتشغيلها اللي هو في حدود 3 فولت، وهيقفل نقطة الدرين عن السورس، وبالتالي يتوقف مرور تيار في اللود أو عند حدوث الشورت. يبقى إذا عند حدوث شورت أو سحب تيار عالي من اللود، فرق الجهد هيرتفع على
طرفين الموسفت، هنستفيد بفرق الجهد ده بتشغيل ترانزستور. الترانزستور هيوصل نقطة الجيت للصفر، وبالتالي يتوقف عمل الموسفت في نفس اللحظة. طيب كده توقف عمل الموسفت، هل هيعود بمجرد فصل اللود او فصل الشورت؟ عند فصل الشورت النقطة دي هتساوي صفر، وبالتالي يعود جهد هنا لجهد المصدر، وبالتالي هيشتغل الموسفت. ولكن عند حدوث شورت واللود موصل بشكل مباشر، إذن النقطة دي مش هترجع للسبعة من عشرة، وبالتالي هنحتاج نوصل مفتاح. نوصل مفتاح في النقطة دي مع الأرضي، من بيز الترانزستور مع الأرضي. دي لاستعادة التيار مرة أخرى للود بشكل مانيوال. هنوصل الترانزستور بيز الترانزستور مع الأرضي، وبالتالي يتوقف عمل الترانزستور والجهد يمر للجيت، وهيكون جهد المصدر 12 فولت مرة أخرى، وبالتالي يمر تيار في اللود. دي فكرة عمل ومخطط الدايرة، ونشوفها مع بعض عملي. طبعا اللي يسأل، المقاومة هنا من 33 كيلو إلى 100 كيلو، والمقاومة دي كل ما تزيد تيار الدايرة هيقل، كل ما بيقل كل ما تقل المقاومة تيار الدايرة بيزيد. والمقاومة بتاعت الترانزستور هتكون 1 كيلو، وممكن لتوصيل ليد بيان نستفيد من فرق الجهد على المسفت، ونوصل مقاومة ومعاها ليد لمعرفة حدوث شورت أو توقف التيار من عدمه، من خلال الاستفادة من فرق الجهد على طرفين المسفت في حالة الفتح أو الغلق. نشوف مع بعض الشغل العملي. معانا مسفت زت 44 وبوش بوتون وترانزستور ومقاومة المسفت 33 كيلو ومقاومة بيز ترانزستور 2 كيلو. ونبدأ توصيل. المخطط هيكون معانا واحنا بنوصل. أول حاجة هنوصل كوليكتور الترانزستور مع الجيت، والسورس مع الإيميتر بالشكل ده كده. وهنوصل من الدرين مقاومة 2 كيلو أو 1 كيلو، ومقاومة مع جيت المسفت، والبوش بوتون هنوصله مع بيز ترانزستور والأرضي. هنا بيز ترانزستور قبل المقاومة، ومع الأرضي اللي هيكون مع السورس والإيميتر. طيب هنحتاج بعض الأسلاك. طرف لتوصيل الموجب، وطرف للأرضي، وطرف تاني مع الدرين. طرف مع الدرين ده اللي هيكون بمثابة سالب اللود،
وممكن نوصل الليد الانديكيشن عشان نقدر نعرف الدايرة شغالة ولا لا، نوصل مع الدرين والسورس، نوصل طرف مع السورس والطرف التاني مع الدرين، ممكن نوصله هنا بسهولة. وكده تكون ان شاء الله دايرتنا انتهت. نشوف مع بعض ونجرب. معانا باور سبلاي، هنجرب على كذا جهد وهنشوف الدايرة بتشتغل ازاي. طيب الموجب هيكون هنا والسالب، ومعانا لود طرف مع الموجب الباور سبلاي، والطرف التاني مع الحمل. الدايرة شغالة تمام. طيب بالنسبة لحدوث شورت، الدايرة فصلت تمام، عندي إزالة الحمل، بترجع دايرة للعمل تمام. طيب البوش بوتون ليه عند حدوث شورت وأنا مثبت اللود على الدايرة؟ ممكن ارجع الدايره تشتغل ويمر تيار لللود بدون فصل اللود من خلال البوش بوتون بالشكل ده، مفهوم؟ يبقى اذا البوش بوتون في حاله ان الحمل ثابت على الدايره، مش محتاج اشيل الحمل وارجعه تاني عشان اعمل ريستارت للدايره. حدث معايا شورت، الليد شغال اهو زي ما حضراتكم شايفين، والتيار فصل من طرفين الاوت بوت بتاع الدايره، ومحتاج ارجع الدايره او ارجع التيار للحمل بدون ازاله الحمل من الدايره، اضغط على البوش بوتون. طيب في حاله انت مش محتاج البوش بوتون، اذا عند حدوث اي شورت لازم تشيل الحمل اهو كده ونرجع اشتغلت الدايره كويس. لو حابين نشوف اقل جهد ممكن تعمل عنده الدايره، احنا كده وصلنا 9 فولت، هنشوف كده الدايرة برضو شغالة تمام. ننزل تاني بالجهد 7 فولت، الدايرة شغالة برضو. طيب ننزل أقل تاني 5 فولت، الدايرة برضو شغالة تمام. 4 فولت، الدايرة شغالة. طبعا هننزل ب3.5، ده اقل من جهد الجيت المسفت، وبالتالي المسفت مش شغال والدايره بتقف عند 3 فولت. طيب نشوف اعلى جهد كده في حدود ال 25 فولت، بس طبعا ممكن اللمبه تتحرق معانا، فهنجرب ب لمبه 24 فولت. انا حقيقي مش عارف متوفره عندي دلوقتي ولا لا. طيب هي اللمبة مش متوفرة معايا، فهخلي الجهد على 20 فولت. ممكن اللمبة دي ممكن تتحمل معانا ل20 فولت. ده كده طبعا 20 فولت جهد عالي جدا بالنسبة لللمبة، ولكن هجرب بسرعة. الدايرة شغالة تمام. اذا الدايرة دي من مميزاتها انها بتعمل على رينج فولت اعلى من دايرة الريلي. دي دايرتنا، ومنتظر اي اسئلة في التعليقات، واتمنى كده نكون غطينا دوائر الحماية للباور سبلاي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسلام.